السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، وديما كالجديد. هذا الفيديو غيكون شوية حصري سبيسيالمون على قبل واحد البرودوي 100% ماروكان. على 100% ماروكان حيت أصلا هذا البرودوي هذا، شوف حنا راه في واحد ستور ديال واحد جوج دراري مغاربة هما اللي صوبوا هذا البرودوي هذا، سميتهم ياسين اي مونير. ياس اي مونير هما اللي داروا البرودوي ديال هذا نايك جوردن صوبوها، داروها كولابوراسيون افيك جوردن. ها هي كولابوراسيون افيك جوردن اي ابوي اوبيوم لا الشركه الستور ديالهم سميتهم اوبيوم. هذا دايرينو على قبل باش يعترفوا بالزليج المغربي. الزليج المغربي كما كيبان لكم في هاد لا دوكا ديكوراسيون، سان جليج مغربي 100% بيان سيغ. هاد البرودوي اول واحد لبسو هو فرنش مونتانا، غنلوح لكم من بعد الفيديو ديالو. لبسو دابا شي يومين باش لبسو، كلكم كتعرفوا الرابور فرنش مونتانا اللي عايش في امريكا. لبسو دابا شي يومين، دار ليه لا بيبليكاسيون. طبيعة الحال غاديش نقول لكم انا هو ثاني واحد. المهم راه غناخدو هذا لانه عنده علاقه بالثقافه المغربيه اللي هي الزليج. من بعد غنصيفط لكم، من بعد غنوريكم واحد الفيديو اخر كيدوي على هذا البرودوي هذا لي 100% ماروكان. كيما غيبان لكم هنايا، ها هي بوغ لو موزايك تراديسيونيل ماروكان، سيتادير الزليج المغربي. طبيعة الحال غنلوح لكم البري لتحت. الناس اللي انتيغيسي بغاو ياخدوه، ها هو البرودوي كيفاش داير. برودوي زوين سيرتو غادي يعجب المغاربة كيما كيبان لكم هنايا. الوغ جيش بوغ انفو، هادو صوبوه جوج مغاربة داروا لا كولابوراسيون مع جوردن مايك. هاي كيما غنعاود نبينها لكم. الوغ يشيب يمشي ليك جوردن يستون جامي لي سيت كولابوراسيون انتر جوردن بوند اي اوبيوم. اوبيوم هي لا ستور ديالهم. هذا ما كان الخوت في الفيديو ديال اليوم. الناس ديال فرنسا اللي عايشين في باري اكزاكتومون، سي فو بلي لادريس اكزاكتومون. الوغ لادريس سي 19 ري بيير ليسكو اشاتلي. لي بدي ان سون الناس اللي انتريسي يجيو لهنايا للستور، غتلقاو واحد البانيول ديال 190، كنقولوا لحنا 190 مرسيدس 190، فيها لا ديزاين تاع الزليج كوم سا. انا نوريكم الستور من برا، هادشي اللي كتشوفوا فيه راه دوريجين الخوت. هادشي اللي كتشوفوا فيه راه دوريجين. ها هي لادريس. الناس اللي انتريسي بغاو يجيو يشوفوا ياخذوا شي بياسه، ها هي كما كتبان لكم هنايا. ما تنساوناش بالدعم، بلي لايك بلي جيم وبلي كومونتير باش يبقى يوصلكم جديد. خليناكم في رحمة الله. السلام عليكم.